أن نلاحظوا بما أن حنا متواجدين على مستوى ثانوية عين بوزيان التي يعني تم استلام يعني الثانوية كعمارة قبل الدخول المدرسي الرسمي، وكذلك تم إنشاءها بقرار من قبل وزارة التربية. وكما تعلمون هذه الثانوية لم تدخل حيز الخدمة في الدخول المدرسي الرسمي الذي كان في 22 سبتمبر، وكان التزم مدير التجهيزات العمومية لانتهاء من الأشغال من أشغال التهيئة الخارجية التي كانت سجلت يعني نوعا من التأخر، وهذا نظرا للتقلبات الجوية التي سجلتها ولايتنا في شهر أوت. إذن اليوم نحن في زيارة تفقدية للوقوف على ماذا تقدم هذه الأشغال، وكذلك الحرص على يعني التزام مديرية التجهيزات العمومية. إذن كما تلاحظون نحن في زيارة، أشغال التهيئة انتهت، وكذلك لم يبقى يعني لهذه الثانوية لكي تدخل حيز الخدمة بصفة فعلية إلا التجهيز يعني للثانوية، وهذا يتم على عاتق مديرية التربية. إذن اليوم يعني من أولادنا الذي تم يعني بقرار من سيد مدير التربية يعني بلغ بعض التلاميذ الذين سوف يلتحقون بهذه الثانوية، ولكنهم يعني التحقوا بثانويتهم القديمة وهم الآن يعني يدرسون. بالطبع بما أن يعني قطاع التربية هو قطاع يعني تولي له السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة، بما أنه يهتم يعني بتربية الأجيال وأولادنا، نحن حرصنا يعني كمسؤول على رأس هذه الولاية يعني على التحضير الجيد لإنجاح هذا الموسم المدرسي.